حقيقة تم تنفيذ هذه المسابقة ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي، والذي نفذته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، وكانت تحت مسمى الثورة الصناعية الرابعة، حيث تم تنفيذها والعمل عليها بهدف أن تكون داعما لتحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال لدى شباب وفتيات الوطن، وتحت تنظيم أيضا ومشاركة الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض. جميل جدا. طيب استاذ عبد الرحمن، يعني نحن نعرف انه الابتكارات هذه اوقات فيها ورش عمل، وهذه المره تمت بطريقه افتراضيه، كيف حققتوا الاهداف؟ حقيقه لا يخفى على الجميع انه في الوقت الحالي ثبت ان مجال الابتكار وبراءات الاختراع انها تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ورخاء وتنميه ايضا الدول. ونشاهد هذا بشكل واضح في المنشآت الاقتصادية والارتباط بينها وبين الناتج المحلي الإجمالي. واليوم لو نظرنا إلى قيمة أكبر 500 شركة عالمية، نجد أن من ضمنها أن 80% من قيمة هذه الشركات تعتمد على الأصول غير الملموسة، وبالذات الابتكارات وبراءات الاختراع. ومن هنا لعلها تكون أيضا رسالة لنا جميعا أن معادلة النجاح الآن أصبحت تتمحور على تمكين العقول الوطنية وتحفيزهم على الإبداع والابتكار. نعم، والمملكة اليوم ولله الحمد أصبحت من أكبر 20 اقتصاد في العالم، ولدينا كل الدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله لنواصل رحلة التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والاختراع. وفي ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة أيضا في مجال الابتكار وريادة الأعمال، باعتبار هذا يعتبر عنصر مهم في بناء الوطن ومقدراته، حيث أصبح الآن المحور المكون الرئيسي في برامج رؤية المملكة 2030. وملف الابتكار اليوم هو أيضا على قمة الهرم أو على قمة هرم الأجندة الوطنية، وأكبر دليل على ذلك هو رئاسة سمو سيدي ولي العهد حفظه الله للجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، واهتمامه شخصيا بهذا الملف.